صباح الخير لكل المشاهدين على وقع هالغنية. أكيد ببلش الفقرة تبعية اليوم. بذكركم أنه جيرماني رح تربح المونديال لهالسنة. قبل ما بلش أنا بدي وجه تحية للطفلين جوي تلفزيون وتوني أبو عبود اللي عم يحضروني هلأ. توني 4.5 سنين وجوي 6 سنين. مرسي دايما. أنا بعرف أنه بعمل كتير انفلونس على هيك الناس اللي بعماركم، بتحبوا دايما تتمرنوا معنا وتستفيدوا. أكيد رح احكي اليوم عن البايسبس وعن الترايسبس، لانه اكيد ما بيقبل الاسبوع تبعنا الا ما نكون عم نشتغل على كل العضلات. خلينا نقول ارمز تبعولنا، نعرف كيف نشتغل على عضلات البايسبس وعلى عضلات الترايسبس. خلينا ننتقل للصور لنشوف كيف رح نقدر نبلش الفقره تبعتنا اليوم. رح فرجي اول شيء اكيد عضلات الارمز لما يكونوا حاضرين الصور. اوكي، عم بحكي بايسبس وعم بحكي ترايسبس بالصورتين. عم فرجي لما اكون عامل بايسبس كيرل كيف عضله البايسبس عم تشتغل، بالصوره اللي حدها لما اكون عم بشتغل على الترايسبس اكستنشن كيف معقول يكون عم بشتغل كمان على عضله الترايسبس. الصوره اللي بعدها، الصوره اللي بعدها بتفرجي ببساطه الالبو جوينت تبعنا، المفصل تبع الجوينت وكل الامور يلي بتكون عم بيتالف منه هيدا المفصل. بنتقل كمان للصوره اللي بعدها، عم نحكي هون عن type of muscle contractions ورح فرجيكم اياهم during التمرين تبعنا. وتقول A عم بحكي isometric contraction، وقت احكي B عم بحكي concentric، وقت احكي C عم بحكي eccentric او eccentric. هلا على كل حال اشرحكم اياهم انا وعم بشتغل على الدمبلز. خليني بلش هون، باخذ البوزيشن تبعيتي، بحضر حالي، برجع كتافي لورا، بشد المعدة وببلش. رايت لفت، حركة للترايسبس، اي جو فور مور، كمان كمان كمان، وي جو. بتنفس بطريقة صحيحة، معدتي دايما مشدودة، يعني كلنا ناطرين المونديال بطريقة كتير حلوة. More and more. 4 more 2 3 and 4. great. بنتقل للدمبلز تبعولي وبشرح كيف الحركات او type of muscle contractions لما اكون انا مهدى هون. اوكي، isometric contraction بعد للعشرة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و10. بنزل لتحت انا وطالع كونسنتريك، انا ونازل على مهلي ايسنتريك او اكسنتريك، هدول تايب اوف ماسل كونتراكشنز. خلينا نشتغل على بايسبس كيرل مع روتيشن، 2 3 4 5 6 كمان 7 8 9 10 1 2 3 4. وي جو فور مور، 5 6 7 8. تو مور تو جو، 9 و10. اوكي، على سوباين بوزيشن بتسلي على ظهري لاعمل حركه للترايسبس تبعنا. بكره بذكركم حلقه كثير قويه رح تكون. داون اند اب، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. I go for 10 more. Let's do it. أنا وياكم، 1 2 معدي مشدودة، 3 4 5 6 7
8 9 10 بيرفكت. دمبلز على الارض على مهلك. بنتقل للرابر باند. استعملتها كثير قويه، صرنا مد ما استعملنا الرابر باند، مشان هيك خلينا سوا نرجع نجرب نستعمل رابر باند بنص الاجر من تحت. اكيد لازم يكونوا الطول من هالميلي ومن هالميلي بنفس الطول. برجع كتفي لورا، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. I go for five more. واحد اثنين ثلاثة أربعة. أوكي بيرفكت. صدقوا برابر باند وبشوية دمبلز بتحسوا بالعضلات تبعكم عم يشتغلوا، مشان هيك دائما انتوا لازم تعرفوا اذا بدكم ستس كيف تعملوهم، ما تكونوا عم تتمرنوا بطريقة عشوائية. صرتوا بتعرفوا هذا الشيء، بنجرب قد ما فينا نحط ايدنتيتي، هوية للتمرين تبعنا. كيف بنعمل ايدنتيتي للتمرين تبعنا؟ عبر شو نوع التمرين اللي نحن عم نتمرنها، مثلا اليوم بايسبس ترايسبس، شو كم ساتس عم بعمل، كم ريبتيشنز عم بعمل، هدول اللي لازم يكون عم حددهم قبل ما بلش السيشن تبعيتي. لكن من هون ثبت كواعي and I go. واحد اثنين ثلاثة أربعة، معدي مشدودة، خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. more and more. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، معدي مشدودة، تسعة and I can feel it. بنتقل على الفتنس بول لأنه بدي اشتغل بحركة للبايسبس. رح جرب قد ما فيي اعمل ايسوليشن، لحط كوعي على ركبتي. يعني بتمنى دائما يكون عندنا وقت نقدر نشتغل، كل ما يكون عندنا وقت كل ما رح اقدر اعطي قد ما فيي انا، مشان هيك انتم لازم كمان تحطوا وقت على التمرين تبعكم. خمسه سته سبعه ثمانيه تسعة، بشد المعدة منيح، عشرة I go for more. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. بيرفكت. بياخد نفس عميق. حسوا الشغل مضبوط. من أهم إذا بدكم الهنت لما تكونوا عم تشتغلوا غلط أو الوزن منه مناسب لإلكم، لما تكونوا عم تعملوا الليفتنج تبعكم من أول ريبيتيشن أو تاني ريبيتيشن، تعرفوا إنه لا عم تقدروا تحافظوا على البوستشر تبعيتكم ولا عم تقدروا تكملوا الليف تبعيتكم او الريبتيشن تبعيتكم. هون بتعرفوا انه في شيء غلط. بنخفف الوزن لانه دائما حمل الاوزان والتريننج بالدمبلز وبكل ادوات اللي بنستعملها بالبودي بيلدينج لازم تصير ببوستشر صحيح. كل مره بنكون عم نأدي حركه والبوستشر تبعنا منه صحيح، قد ما يكون الوزن اذا بتفكروه مناسب لإلكم هي حركه خاطئه والوزن منه مناسب لإلنا. مشان هيك دائما بنأدي الحركات ببوستشر صحيح 100% تفاديا لاي اصابه. بنتقل للايد الثانيه من هون اب اند داون. واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانية تسعة عشرة. 5 مور. 1 شد المعدة منيح. 2 3 4 5. اوكي ريلاكس. فتنس بول على جنب. برجع لسوبين بوزيشن وبشتغل من سوبين بوزيشن. انا ومستلقي على ظهري، ظبط الميكرو قبل على مهلي. دمبل وحده
على الايد لفوق، كل حركه عندها ستارت بوزيشن. هيدي الستارت بوزيشن بنتبه على وجهي وعلى كتفي. الدمبل بدها تنزل ما بين راسي وما بين الكتف تبعي. كوع جالس، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. فايف مور، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. على مهل اي سويتش، معدي دايما مشدودة، ثبت كوعي من هون ومن هون بشتغل. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. I go for five more. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. perfect. دمبل على جنب، slowly up. برجع للبايسب بطريقة شوي بإيد وحدة، برجع كتافي لورا، بشد المعدة، كوعي جالس على جسمي. and I go hammer bicep curl. اثنين ثلاثة كمان أربعة خمسة كمان ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. I go for five more. Let's do it. واحد اثنين ثلاثة أربعة. one more. خمسة. switch. great. من هون ثبت عكوعي، برجع كتافي لورا، بشد المعدة. and I go واحد كمان اثنين كمان ثلاثة كمان أربعة. more and more. خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. I go for five more. let's do it. واحد اثنين ثلاثة. more and more. أربعة خمسة. perfect. one more time on my supine position. أنا ومستلقي على ظهري، مهم نعمل حركات نحن ومستلقيين. هالمرة two dumbbells رح يكونوا معي، مستلقي على ظهري. slowly up لفوق، رح أعمل نفس الحركة اللي عملتها أول شيء، بس هالمرة بالإيدتين وهالمرة مع rotation. بنتبه على وجهي منيح. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. I go for five more كمان. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. perfect. على جنب I stand up. رح فرجيكم بعد حركة بدل ما عملتها من هون بهالطريقة، رح كون عم بشتغلها مع روتيشن كمان. let's go. 3 4 كمان 5 6 7 8 2 more. 9 and 10 and 10. switch it. let's go مع rotation. 1 2 3 4
5 6 7 8 9 and 10 and 10. اوكي ريلاكس، انا بعد مش عارف قديش بعد عنا وقت. اوكي نحن مشاهدينا فقرتنا خلصت لليوم، انا بكره رح اشوفكم اكيد مع التيم تبعنا بكارديو هاي انتنسيتي ورك اوت بطريقه كثير منيحه. رح نروح هلا على بريك. جت فت ستي فت.